السلام عليكم شباب. كتير جدا جدا اتكلمت عن موضوع السلم الموجود على الواجهة، فقلت ان السلم لما بيكون موجود على الواجهة علشان باب الشقة يكون من الداخل وليس من الخارج، يعني ما يبقاش باب الشقة من ناحية الواجهة يبقى من جوه، فلذلك بنعكس اتجاه السلم، فالقلبة بتاعت منتصف الدور بتيجي في الواجهة، فالقلبة بتاعت منتصف الدور لما تيجي في الواجهة ارتفاع الدور هنا بيقل، بيكون صغير. لو جينا بصينا هنا على الواجهة بتاعت العمارة هناك دي، نلاحظ شايفين المدخل صغير ازاي؟ بسبب ان السلم موجود على الوجه. فدي النقطة المعمارية السيئة في موضوع ان السلم يجي على الوجه. فهنا السلم جاي على الوجه، فعلشان يعلى بيه شوية بيقعد يعلي كام درجة كده في الاول، كأن يعني في كام درجة كده في السلم، وكمان عشان يعرفك اتجاهه، لان ينفعش تدخل المدخل بتاع العمارة والسلم يديك ظهره، يعني ينفعش تروح تسلم على واحد وهو مديك ظهره، فلازم يديك وشه. فعشان كده بنحط كام درجة كده عشان نعلي الارتفاع ده فوق شوية، ارتفاع الصدفة، وكمان علشان يبقى في منظر كده ان في استقبال او في حد بيستقبلك من المدخل. دي حاجة. الحاجة التانية، الكاميرا الصدفة دي بتتشال على ايه؟ والسلم ده ذات نفسه يتشال على ايه؟ السلم ده عشان يتشال المفروض ان احنا نعمل كاميرا مدفونة ما بين العمودين اللي موجودين هنا، يعني ده عمود وده عمود، المفروض اعمل ما بين الاتنين كمرة مدفونة، والكمرة دي اشيل عليها البلاطة بكانتليفر بشوك، او ان انا ازرع كمرة هنا شورت كانتليفر في العمود ده، ونفس الكلام الناحية التانية ازرع كمرة شورت كانتليفر، والكمرة شورت كانتليفر دي هي اللي تبقى شايلة البلاطة في الاتجاه اللي هو ما بين العمودين. معنى الكلام ده ان انا لازم لما اجي اصب الاعمدة اصب العمود ده ناقص، يعني العمود ده لازم يتصب ناقص، ما ينفعش ان هو يتصب كامل، لازم يتصب ناقص، بحيث ان انا لما اجي اعمل السلم مثلا مع السقف يبقى انا عندي العمود ده كنت عامل حسابه ان هو منخفض. ده الافضل يعني. شكرا.